هي واحدة من معالم البحرين والمحرق خصوصاً، معروفة بتسمية قلعة عراد. بناها البرتغاليون كقلعة دفاعية محكمة مطلة على حركة السفن والممرات المائية التي حرص البرتغاليون على تأمينها بعد وصولهم منطقة الخليج وبنائهم عدداً من القلاع المماثلة. البرتغاليين كانوا قراصنة في هذه الفترة وإجوا الخليج، لأن الخليج يصير في نص الطريق المؤدي إلى الهند، والهند كانت أكبر سوق حق الدول الأوروبية حق تجارة التوابل. حصنت القلعة المربعة الشكل من الخارج بسور يتقدمه خندق مائي، بينما تقف على أركانها أربعة أبراج، اثنان منها بمواجهة البحر وآخران بمواجهة المنطقة السكنية التي تجاورها لصد المقاومة المحلية. أما داخلها فهو فناء واسع مقسم إلى بعض الغرف للضباط والجنود والمؤونة الغذائية والذخيرة وتحصينات دفاعية مميزة. بين الأبراج الأمامية في الجدار عملوا هذه الحركة اللي هي مثل الأنوف. الأنوف هذه فتحات في الجدار اطل على تحت، بحيث ان الجندي اللي فوق يكشف المقاوم اللي تحت، فكانوا يستخدمونها حق صب الماء الحار او الدبس الحار على اللي يحاول يخترق القلعه. طبعا الدبس كان متوفر بكثره في هذه المنطقه، واذا حار يصير ماده لاصقه، فعلى هذا الاساس استخدموه كسلاح. الاقواس التي تعتلي بوابه هذه القلعه واماكن اخرى منها كشفت عن مرحلة ثانية من تاريخ هذا الحصن، وهي مرحلة عربية مثلت نهاية الاحتلال البرتغالي للبحرين عموما. هذه المرحلة تكللت بسيطرة العمانيين لتصبح القلعة مقرا للجيش والحكم العماني، الذي وضع بصماته العربية في طرازها العمراني. ومنذ ما يزيد على أربعة قرون وقفت قلعة عراد تتوهج بضياء ذهبي ينير حلكة ليل المحرق، وأفصحت عن حقبة زمنية مهمة من تاريخ البحرين، لا سيما بعد إعادة ترميمها في ثمانينات القرن الماضي. من محافظة المحرق البحرينية غزوان عدنان، NBC.